بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حجاجنا ومعتمرينا في باب معينينا، مرحبا بكم. اليوم الخامس في رمضان المبارك، وسعيد جدا أن نتواصل معكم يوميا وفي مواصلة سلسلة الحلقات هذه في النصائح اللي نقدموها المعتمرين والحجاجنا اللي هم في باب معينينا، ونحبوا يا رب يا رب يكرمنا باش نخدموا الحجاج كما قاعدين نخدموا في المعتمرين. يعني النية أول شيء، ثم تجهيز يعني الإنسان باش يشوف مع شكون باش يمشي ويختار فأنا شركة باش يمشي، وكذلك يجهز نفسه بدنيا، وهذا الجانب الصحي هام جدا. قلنا احنا توا في فورمة وقاصدين ربي، أهم حاجة أخرى زاد كذلك، حاجة أخرى ما تقلش أهمية وهي هامة جدا، هي الإنسان يسدوكيمونت يحضر نفسه، معناها باش يعرف مناسك العمرة ومناسك الحج. يعني عنده المشايخ ينجم يسألهم في معناها موجودين، معناها كل حد يعرف شكون المشايخ الثقات اللي يعرفهم، وكذلك طبعا يسدوكيمونت سوغ انترنت في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكتب، ينجم يطلع على المواقع الثقات المعروفين. هذا كله هام جدا باش الانسان كي يمشي يعرف المناسك نتاعو، يتمكن منها، يتدرب نفسه عليها، يعرف الحوايج اللي هي معناها ينجم يعني يحضر نفسه لها. وكذلك اذا كان الوالد نتاعو ولا الوالد نتاعو ما يقراش، يشوف يعني على القليله كي يعرف ويسمع به باش يمشي العمره، يفسر له ويقعد معاه يسدوكيمونت باش يقرا له هو مناسك العمره كلها، وكذلك يطلع على المعالم الموجوده اللي ينجم يزورها هو في المدينه المنوره او في مكه المكرمه. هذا كله فايده باش هو الانسان يعني يجهز نفسه باش للتطبيق، يعني قد ما ياخذ اكثر معلومه هو في تونس تكون له يعني فايده على عين المكان في تطبيقها. يعني هذايا يعطي الفايده ويسهل على المعتمر انه هو يتمكن من نسك نتاعو، ويسهل على الحاج خاصه يعني باش ما يصيرش خطا في تطبيق اداء مناسك الحج خاصه، لانه هي ايام معدودات وما عندناش الحق باش نغلطوا. صح يعني هو الاطار المتوفر في كان في العمره عبر شركات العمره او كان في الحج عبر شركه الحج، معناها شركه تونسيه للاقامات والخدمات اللي هي ومع وزاره الشؤون الدينيه، اللي توفر ما شاء الله طاقم كبير جدا من يعني المشرفين الدينيين اللي صاحبوا كذلك الفريق المرافقين لدى شركة الإقامات والخدمات. هذا كله لكن ما معناه باش يسهل خدمة المشرفين والمرافقين، هي أهم حاجة أنه هو الحاج يعني يكون مطلع على المناسك نتاعه باش يسهل تطبيق مناسك الحج. هي راهو كل حاجة في الدنيا هذه قد ما الإنسان ياخو عليها فكرة قد ما تسهله في تطبيقها، هو هذا هو المبدأ. فاحنا ننصحكم بهذايا، هذه نصيحة اليوم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.